بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا تحت مصطلح الأكسسبيلتي أو التسهيل على المستخدم إن هو يعمل براوسنج للبرمجية بتاعك، وهنتكلم تحت العنوان كاستمايزنج ذا تاب أوردر أوف سلايد أوبجكتس. هنعمل تخصيص للتاب. احنا عارفين ان يا جماعه ان الزرار تاب من الكيبورد بيخليني اروح ل بنقولني او بياخد الكنترول لاوبجكت تاني، كل ما اضغط على تاب يوديني لاوبجكت تاني، فانا عايز اعمل كاستمايزنج للتاب اوردر عشان يظهر بترتيب معين حسب برمجتي انا. طب سي انا عندي يا جماعه ست بوتون، ست زراير، انا ما يهمنيش ممكن تبقى اي اوبجكت، يعني كان صور، نصوص، انا بس بمثل تمثيل بينما انا حطيت اوبجكتس بس يا جماعه. تمام رايت. هروح اعمل سيلكشن على الاوبجكت بتاعي عشان اعمل كاستمايزنج عليه، واضغط على تاب اوردر، ومن تاب اوردر والله هقول له كرييت كاستم تاب اوردر. انا هبتدي اعمل كاستم تاب اوردر سبيشال ليه. تمام، هلاقي ان كل اللي هو بيقول لي دول الشيبس اللي موجودين في السلايد بتاعك، عن دول الشيبس اللي موجودين، عباره عن اوبجكت 2 3 4 5 6، عباره عن ست زراير. تمام اوكي، بيديني باسم السلايد بتاعي انتايتلد. تمام، وبيقول لي ده بوتون واحد مكتوب عليه بوتون واحد، وده بوتون ثلاثه مكتوب عليه بوتون 02، وده بوتون اثنين مكتوب عليه بوتون 03، وده الالترنيت تكست لو انت كنت عايز تكتب نص بديل. فعشان كده الالترنيت تكست بيحاول يساعدك او بيسهل عليك. الناس اللي شغالين برضو معانا في ميديا كويري فهموا كويس الالت، القصه الالت في الصور وكده بتساعدك عشان كنص بديل لو لا قدر الله حصلت حاجه في الصوره، او انت زي ما احنا عرفنا من الالترنيت تكست ان هو في السكرين ريدرز وكده، فده برضه بيفيدك. يعني الشاهد معنى اني انا بمجرد ما اني اضغط تاب هروح لبوتون واحد، تاب هروح لبوتون اثنين، تاب هتروح وهكذا. فاهمين يا جماعه؟ طيب خلوني اكنسل وابتدي اروح على من بريفيو لذيس سين، وهبتدي انا اروح اقول له والله انا على السلايد تاب لبوتون واحد، اضغط، انا بضغط تاب من الكيبورد بوتون اثنين، تاب ثلاثة، تاب اربعة، تاب خمسة، تاب ستة، تاب هلاقي وداني للبريفيوس، انا واقف على البريفيوس، تاب تاني وداني للنكست، تاب تاني وداني للمنيو، تاب تاني وداني للمش عارف ايه، تاب تالتة وداك للريسورسز. كل ما تضغط على تاب بيوديك لحاجة معينة. طب انا لو غيرت في التاب اوردر، يعني لو عملت سيلكشن كده يا جماعة وقلت له والله كاستم، ورحت واقف من ديت وشديتها خليتها مثلا تحت، يبقى اول واحدة اثنين، بعدين واحد، ثلاثة، اثنين، واحد. خلونا بقى نضغط على اوكي ونوافق على المشهد ده ونبتدي نعمل بريفيو لذيس سين، ونروح ضاغطين على تاب، هلاقيه راح لاثنين، تاب بعدين ثلاثة، تاب بعدين لواحد، بعدين أربعة، خمسة، ستة، ويمشي معاك في الترتيب. ده الأمر بتاع التاب أوردر، وده من ضمن الحاجات اللي بتساعدك برضو أكسسبيليتي، بتسهل على المستخدم إن هو يعمل يتعامل مع البرمجية بتاعك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.